إنما عندما لجأ صدام لبومجن لإنقاذه من وضعية الصراع مع إيران لم يتردد بومجن، وكان وراء اتفاقية الجزائر 75. ودير بومجن هو اللي علم صدام حسين السيجار، لأنه ما كانش يدخن السيجار قبل، فهو اللي أخذها عند بومجن موضوع السيجار. أيها الإخوة والأخوات، أن أعلن على أسماعكم بأنه وقع الليلة البارحة اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق. Thank you.